صباح الخير يسعد صباحك عفاف. يسعد صباحك يا سلمى. صباح الخير لك وصباح الخير لك المشاهدين وين ما كانوا عم يحضرونا. ان شاء الله يا رب هالنهار يكون مختلف ويكون اجمل. اكيد مثل ما شايفين بلشت الاجواء الشتويه اليوم مطر ومبارح مطر وحسب الارصاد اليوم ايضا رح يستمر للمساء هذا الجو. فالكل يلي لسه ما طلع من البيت يحضر نفسه وياخذ معه شمسيه. يا رب الله يبعث الخير لبلدنا وشوي تكسر هالبروده القاسيه اللي كانت بهالكم يوم. صحيح ان شاء الله سلمى. بيقولوا المطر بيكسر البروده. صباح الخير لجميع المشاهدين من وين ما كنتوا عم تتابعونا من داخل او من خارج سوريا. اكيد بدنا نتمنى لكم بهذا الصباح يلي كله خير وكله مطر كثير من الحب وكثير من الرضا وكثير من الدفاع لقلوبكم وخصوصا بهذا الجو. كونوا بخير ورافقونا برحلتنا الصباحيه مع فقرات جديده ومتنوعه ولكن بعد هالفاصل. هل تعلم وخاصة للصبايا بأنه أكل الثوم والبصل يساعد على تسريع نمو شعرك؟ وهل تعلم بأن تناول البقدونس مع اللحوم مهم جداً حيث يعدل حموضة المعدة ويحثها على إفراز العصارات الهاضمة خاصة العصارة الصفراوية مما يساعد على هضم الدهون التي تحتويها اللحوم؟ هل تعلم بأن تناول الشوكولات داكنة يومياً يقلل من مخاطر أمراض القلب؟ وهل تعلم بأن البكتيريا تنشط في الليل وخاصة في فم الإنسان؟ فاحرصوا على تنظيف الأسنان قبل النوم. وهل تعلم بأن حالة الاكتئاب الذي يعاني منها الإنسان في حياته لا تأتي بسبب المشاكل التي يعانيها؟ بل بسبب كثرة التفكير في تلك المشاكل والتفاصيل. لهيك تنشوا عن كل شيء سيء وتمتعوا بكل النعم يلي الرب منحنا إياها. صباح الخير عن جديد. معروف سلمى بوقت بتجي الشتوية الأشخاص كلياتها ممكن تكنكن بالبيت ممكن هالشي يؤدي لزيادة بالوزن. هاي الحالة تسمى اضطراب العاطفة الموسمي. فيها الأشخاص بيقعدوا بالبيت وممكن هاي القعدة تزيد عندهم السمنة ويصير عندهم اضطرابات جسدية كمان. فشو هي المعلومات الصحيحة اليوم يلي رح نصحها يا سلمى؟ صحيح يا عفاف. ومثل ما بنعرف كمان يعني بخلال هذا الوقت بيتراجع شوي نشاط الأشخاص وبيزيد أكلهم بفصل الشتاء وبيميلوا كمان لأكل السكريات والحلويات لأنه بتعطيهم طاقة أكثر وبيحسوا أنه هن حابين يأكلوا أكثر وبالتالي بيزيد مستوى السكريات بالجسم وتخزينه وممكن هذا الشيء يؤدي للسمنة. لهيك بالشتاء دائما بنقول بالشتوية بنسمن وبالصيف بننحف نعمل رياضة وبناكل أخف. اليوم رح نتعرف على كل هالمعلومات مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو أخصائية التغذية العلاجية داليا حسام. صباح الخير وأهلا وسهلا. يسعد صباحك خير داليا. وأنت بألف خير. إن شاء الله تكون سنة خير علينا يا رب. آمين إن شاء الله. خلينا بالبداية نعرف السبب الرئيسي وراء يمكن في كثير معلومات خاطئة إنه ممكن القعدة ممكن الأكل كثير إلا ما يكون في شيء هيك سبب مجهول وراء السمنة خصوصا فصل الشتاء. تمام. مثل ما حكيتي بالبداية هو موضوع الحالة النفسية يلي حكيتي عنه الأكل العاطفي. دائما الجو وقت بيكون بتنخفض درجات الحرارة العالم هيك بتفوت بيموت شوي اكتئاب فبيرتفع هرمون الكورتيزول يلي هو مسؤول عن الستريس التعصيب وهيك فبصير الشخص بده يفرغ هاي الطاقة. كيف يعني؟ هو باعتقاده هو إذا أكل هو رح يرتفع عنده السيروتونين ورح يتحسن مزاجه بس هو بالعكس. نحن نفوت هيك بحلقة مفرغة هو بصير عنده زيادة وزن بيخلص الشتوية بيجي بيقول لا انا كيف بدي اروح هالكيلويات اللي نزلتهم. وبنفس الوقت انه ما كثير عم بيقدروا العالم يطلعوا من البيت هلا برد وما عم بيلعبوا رياضه ما عم بيتحركوا. مثلا بالصيف مثلا ممكن انه الواحد يتحرك اكثر يتنشط اكثر ينزل على النادي يعمل اكسرسايز اكثر فكرمال هيك هو الحرق عنده بيكون احسن. فبالدرجه الاولى هو المزاج تبدلات المزاج هذا الشيء اللي بياثر. حتى لو انا كنت عم باكل نفس الاكل بالصيف انا بحرقه لانه لما بيرتفع الكورتيزول هون بصير تخزين الطعام بشكل اكثر. وطبعا لما بتنخفض درجات الحراره الشخص بيتوجه للسكريات للشغلات اللي رح تدفيه بسرعه هو باعتقاده. بس نحن هلا رح نذكر اصناف غذائيه هي رح تعطيني طاقه ورح تعطيني دفى من دون ما نسمن. يا سلام هذا اهم شيء. خلينا ننتقل داليا لموضوع ثاني كمان له علاقه بتغيير العادات الصحيه والنظام الغذائي والاستيقاظ والنوم. يعني نحن بنعرف الشتاء الليل اطول الليل اقصر عفوا من الصيف
الصيف، فبالتالي الناس بتحس انه لا انا بهذا الوقت بدي يعني فايق اكثر، بدي اكل اكثر، بدي هي التغيير كمان هذا بياثر على كسب الوزن. اكيد، لانه هو عنده وقت بالليل، هذا الوقت فاضي قاعد ما عم بيعمل شيء، يعني بالعاده انه مثلا مثل ما خبرتك ممكن رياضه وممكن مشاوير ممكن قصه، يعني هون هذا الوقت فاضي فشو بدي اعمل؟ بدي اكل. بس نحن بايدنا نحن نتحكم بموضوع الهرمونات، انه نحن كل ساعتين نعطي سناك صغير ونركز قد ما في، هون بيتنظم موضوع هرمونات الجوع والشبع. يعني انا هيك ما بروح مثلا الانسولين بينزل كثير، هرمون الجوع، هرمون الليبتين، الجرلين، هالقصص هدول بيصيروا بيتنظموا، وقد ما فيني ركز على السكريات المعقده، يعني مثلا مثل حبوب الكامله، الشوفان، مثلا البرغل بس بكميات قليله، لانه هي بتتحلل بالجسم ببطء فبتعطي طاقه لفتره اطول، فالجسم ما عاد بيطلب أكل بكل ساعة. أما أنا إذا رحت مثلاً على الشيبسات، على الشوكولا، على الحلويات، فهيك الإندكس عم بيطلع وينزل بسرعة، مؤشر سكر الجسم، فهيك الشخص بده يضل عم يأكل. يعني انه نجيب مثلا كيلو حلو نابلسي ونقعد ناكله بالشتويه هذا يعتبر شيء؟ هذا كارثه، خلينا ننكر انه طيبه. هذا كارثه، مثل ما حكيت انا كل شيء سكريات بسيطه، حلويات، هي عم ترفع مؤشر سكر الجسم بسرعه وينزل بسرعه، فانا ما عطتني طاقه، فانا هون بركز على الحبوب الكامله، على البقوليات، على الشوفان، على الكينوا كمان هلا كثير ترند، يعني هي من زمان موجوده بس نحن هلا صار عندنا شوي ثقافه انها هي كثير مفيده، هي بتضبط الشهيه وهي فايبرز. دائما حاول قد ما فيني ركز على الالياف، الالياف هي بتعطي امتلاء بالمعده، فالشخص ما عاد بيطلب. ركز مثلا على مثلا الخضروات الجزريه، مثلا مثل البطاطا الحلوه هلا كثير هي خيار جيد، وبنفس الوقت هي بتدفي. بس والله ما بتشبع البطاطا حلوه، يعني غير وقت بيكون قدامك صحن نابلسي وعم تاكلي. خلينا نعرف شوي كمان عن العادات الخاطئه يلي ممكن نعملها ونرتكبها. هلا العادات الخاطئه مثل ما حكيت، انه مثلا العالم متعودين هلا صحن البزورات المساء، صحن الحلو، مثلا الشيبس مثل ما حكيت عند الاطفال مثلا، هذا كثير انا هون انا عم لاقي مشكله صراحه، لما بيجيني الطفل مثلا نحن عم نعطيه نظام، هو عم بيروح مثلا عم بياكل هدول السناكات القصص. طيب البديل يعني اليوم نحن البديل المباشر بنعرف يمكن هلا أنا الاصعب هو الطفل. تمام غير الكبار، الطفل دائما بدنا نحاول نبرمجه. يعني في ناس بتعمل لهم شيبس بالبيت، شيبس طبيعي. تمام انه اخف شوي، يعني بس انا بالنسبه لي لانه بده يضل ديب فراينج على البوشار. طيب البوشار انا خيار جيد، خبرتك عنه بالاخير، هو كمان عم بيتسلى فيه الطفل، بس بنفس الوقت هو شيء مفيد درا يعني. اما الشيبس عم بيكون مقلي بزيت مثلا، ممكن يعني ما كتير صحي، ما انه هيلثي للطفل، فلما بدك تعطيه الوجبه الاساسيه هو ما عاد قدر يتقبلها. صحيح. فهون صار في فتنا بمود ثاني، فتنا بسوء تغذيه بمال نترشن. كنتي عم تخبريني على العادات الخاطئه يلي عم تصير، انه الشخص كمان ما عم ينظم وجباته. هلا دائما انا حتى ما بفصل الشتاء، حتى بكل الفصول عدم تنظيم الوجبات، انه انا اتناول يوميا 5 وجبات وسناكين او 6 وجبات حسب كل شخص، هذا الشيء بينظم له هرمون الجوع والشبع، فهو هيك مستويات السكر بتتنظم بجسمه، فهو هيك ما عاد يتوجه لشغلات سيئه. اذا انا بس اشرحي للناس الوجبات، لانه في ناس الوجبه عندها صحن هالقدر. تماما بالضبط، اذا انا عم بفطر فطور نظامي هو بيحتوي على جميع المغذيات الضروريه اللي هي بتحتوي على مثلا الحبوب الكامله، على البروتينات، على الدهون الصحيه، مع حصص الفواكه والخضار، ورجعت انا مثلا تغديت غدا كمان نظامي وعشا نظامي، فهيك انا ما عاد جسمي خلص توازن، يعني انا ما عاد بحاجه اني اتوجه لشغلات ثانيه ابدا، وخصوصا مشتقات الحليب والالبان مثلا، هي كثير العالم تغفل عنها تنسى، الحليب كثير هو خيار صحي طبعا للاشخاص اللي ما عندهم نفخه، نستبدل لهم اياه باللبن. طيب والاشخاص يلي كمان خلينا نقول انه باقل تكلفه يقدروا يثبتوا وزن خلال فصل الشتويه وما يصير عندهم بنفس الوقت خمول، يعني بالشتويه كلياتنا بتلاقي عم يصير في داون خملاني. هلا شوربه العدس هي احسن خيار صراحه، بتنشط هي تمام، ما بتنشط، بتعطي شعور بالدفء، وهي فيها فايبرز وبروتين، البروتين انا دائما بركز دائما بالضبط بديل لحمه، هو بلس انه هو بحفز هرمون الليبتين، هرمون الشبع، فهيك الجسم انضبط. يعني انا اكلت وجبه شوربه عدس مثلا مع عصره ليمون، استفدت من الحديد ومن البروتين ومن الفايبرز، فانا غذاء صحي. يعني انا هلا يوميا بنصح اي شخص
شوربة العدس تكون طبق رئيسي. حتى يمكن بيقولوا انه ممكن يضيفوا عليه رشة كمون للي عنده كولون او بيتضايق بتخفف النفخة. طيب مرضى الكولون يمكن حكينا عنه سابقا، في عالم بيتضايقوا من العدس وفي عالم لا ما بيتضايقوا. والخيار الثاني شوربة الشوفان، هلا في عالم ما بتتقبلها كثير بس انا كثير بنصحهم فيها لانه هي كمان خيار كثير جيد. هي يعني هي في ناس بتعتقد انه هي هاي كالوريز، بس هي لا، هي لو كالوريز الى حد ما، لانه هي عم تعطيني كمان شعور بالامتلاء وشعور بالدفى، وهي كومبلكس شوغر من السكريات المعقده اللي بتتحلل بالجسم ببطء، فبتعطي طاقه لخمس ست ساعات. اكيد. طيب داليا خليني اسالك عن شغله كمان خلال هذا الوقت، خلينا نروح اذا بدنا نحكي شوي عن الانظمه الغذائيه بالشتاء للناس اللي عندهم امراض. هلا نحن عم نحكي بشكل عام انه شو النصائح اللي انت بتنصحيها. طيب في ناس مثلا ممكن يكون مرضى سكري، مرضى ضغط، يعني بعض انواع الاغذيه ممكن ما تلائمون. تمام. فينا كمان تمام. نحكي وهن اوريدي بياخذوا خمس وجبات اكيد، بس خلينا ناخذ كل مرض لحال، عرفتي، مشان ما كثير يعني يصير في تداخل. بنبلش بمرضى السكري. هلا مرضى السكري التايب 2 هني هون اكثر شيء نحن بنقدر شوي نتحكم بغذائهم اكثر من التايب 1. التايب 1 هني في جرعات انسولين وهيك كمان بنقدر ننظم لهم، بس التايب 2 نحن بنقدر نضبطهم اكثر شوي لانه التايب 1 عم يصير عندهم هبوط ويعني عم يرتفع السكر كثير وينزل حسب جرعات الانسولين، هي بدها تنظيم غذاء لحاله. التايب 2 نحن متى ما نحن وقت بدنا نحسب مثلا سعرات حراريه لمريض سكري نمط ثاني، يلي هو هذا النمط الثاني هو بصير اكوردنج يعني لنمط حياه خاطئ، بصير في انسولين ريزيستنت، فهذا انت هون بدك تنظمي له حصص النشويات. يعني مثلا اذا مثلا مريض وزنه لنقول 70 مثلا، فاحتياجاته اليوم وطوله مثلا لنقول 160 65 يعني هيك شيء تقريبا، فاحتياجاته اليوميه مثلا نقول 5 او 1500 حريره ليحافظ على وزنه. فانا هيك هون بنظم له حصص النشويات، يعني احنا بنعتمد انه نحط 50% حتى لمريض سكري بده ياخذ نشويات، بس نشويات معقده. يعني مثلا شوربه العدس منيحه له، تمام، هي ما فيها كثير كربوهيدرات سكريات، ما بترفع له السكر. الشوفان منيح له بس بكميه، يعني كثير بدي ركز على موضوع الكميه. الخبز الاسمر مثلا انا بحط لهم رغيف اسمر صغير الصبح ورغيف اسمر صغير المساء، ممكن احيانا كمان البطاطا، بس كمان كثير بدي انتبه على موضوع الكميات، يعني السيرفينج والحصص، ما في شيء عشوائي. فهي شغلات بتعطيهم طاقه. المكسرات كمان كثير منيحه لهم بس كمان بحصص. هلا المكسرات ما بترفع لهم السكر، هي كثير منيحه لهم، دهون صحيه كمان بتعطيهم قوه ونشاط. المكسرات المملحه، المملحه تماما بالضبط، يعني النيه اللوز مثلا الجوز هالقصص ممكن ناخذها كسناكات. طب خلينا هلا ننتقل والبرغل والفريكي. خلينا ننتقل بما انه هلا خلصنا من شوربه العدس، يمكن المشاهدين كلهم هلا بس تمطر الدنيا شوي كله بينتقل على شوربه العدس. هذا البروتوكول، يعني كل الشتوي عنه. خلينا ننتقل للنشاط البدني هلا، يعني الواحد بالشتوية عنده خمول قصاص، ممكن يقلل مروي يروح على الجيم مثلا او حتى يعمل رياضه يمشي حتى. تمام. شو هون النصيحه اللي لازم نحن نتبعها لحتى هيك شوي يعني اذا ما قدرانين لهون ولا هون شو نعمل؟ تمام. هلا انا بهي الحاله بالمينيموم يعني انه الشخص يعمل رياضه بالبيت، تمام، يعني ما لانه موضوع انه شخص مثلا متعود كل السنه عم يلعب رياضه واجا بهالثلاث شهور هو نفس المدخول نفسه، يعني هو بيجوا لعندي مثلا بيقولوا لي انا عم ناكل نفس الاكل بس ليش عم نسمن؟ لانه انت ما عم تتحرك، انت قاعد مكنكن وعم تتسلى بالاكل، يعني اكيد بدك تسمن. ايه، فحتى لو كانت اختياراته الى حد ما صحيه، فانا بنصح شو الرياضات اللي يعملها بالبيت مثل مثلا هلا تمارين يعني فيني اقول مثلا فيني واحد مثلا يفتح اي يوتيوب بس يركز على الكارديو، الكارديو اللي هي فيها حرق عالي وشد عالي، يعني اللي هي بتسرع دقات القلب فهون بيزيد معدل الحرق. حتى الكبار السويدي، تمارين السويدي الكبار بالسن صاروا يعملوا لهم علاج فيزيائي وهن نايمين على التخت، فيزيكال يعني بيعطون رياضه لبعض الحركات لكل الجسم من دون ما ينزلوا ويتحركوا. صح. يعني صح. مثل ما قلتي استاذه داليا، اهم شيء انه نحن يكون عندنا نظام متكامل، يعني رياضة مع الأكل. تمام. مع كل شيء مع بعض. في نقطة مهمة كمان حابة أذكر كتير فيها، المي، المي المي كتير بينسوها بالشتوية لأنه الجسم ما بيطلب ما بيتعرق فبينسوها. يعني أحيانا في أشخاص تقول لك أنا بشرب كاستين باليوم بس، طبعا المي هي بتتدخل بموضوع الاستقلاب، بتتدخل بموضوع الحرق، فهي بيغفلوا عنا شوي. فانا لا، حتى بالشتويه انا بدي اشرب مي، يعني فكروا انه بس بالصيف اذا تعرقنا لازم نشرب مي، لا، حتى بالشتويه انت حاجتك اليوميه 12 كوب يوميا حتى لو ما عم تلعب رياضه. صحيح. وبيجوا بيقولوا انه مثلا نشربها من المنبهات، نشربها من مثلا الشاي الاخضر المتل القهوه، لا، بدك مي بيور.
فهي كمان بتاثر على موضوع الاستقلاب. المشروبات الثانيه مو بديل، المي الصافي هي كثير طيب بتاثر على الاشخاص اللي بالشتويه بيشربوا مي اكثر. انا بالصيف بنسى المي بس بالشتويه بشرب مي كثير. هلا الى حد ما يعني انه بيشربوا مي اكثر بالشتويه ما في ضرر للمي، بس يعني في تسمم مائي هون ممكن يكون فوق الثلاثه بحاجه اكثر، او مثلا شيء عارض ما نو منيح مثلا. هلا لما الجسم كثير بيطلب مي هون نتوجه للسكر مثلا، اذا في كثير عم بيطلب مثلا مي وعم يصير في خروج هون نعمل تحليل سكر، بس ان شاء الله ما في شيء يعني هو عرضيه. بس لا يعني قصدك اذا كثير الجسم عم يطلب مي لفتره بالشتويه حصرا اكثر من الصيف. هلا هاي حاله شوي نادره، هي بتصير معك؟ ايوه قلت لا بطمن على وضعي يعني. يعني لحد قد ايه هو شيء نسبي، لانه انت عم تقولي كثير بس انا هو بالصيف بنسى المي، بس الشتويه لاي حد انت عم توصلي يعني تقريبا باليوم شيء اثنين ثلاثه على غير العاده انا بنسى المي. وما عم تلعبي رياضه ابدا؟ بمشي يعني شوي. ايه هلا بجوز انت جسمك بيطلب اكثر، عندك التصريف اكثر من غيرك، بجوز لانك انشط بتطلعي على شغلك بتروحي بتجي بتعطشي، غير اللي قاعد بالبيت. اللي قاعد بالبيت ما انه متذكر، وعن جد صدقا في ناس ما بحبوها يعني بلاقي صعوبه هون بقول لهم حطوا لها ليمون معلش، بس انه مهم تشربوها. صحيح، ويمكن لهيك دائما نعطيهم تنويع انه الديتوكس اللي هو كثير انتشر الفتره الماضيه كمان. تمام. للناس اللي ما بيحبوا المي بنحاول شوي انه نعطيهم ديتوكس خيارات شتوي. بالصيف متعودين بنحط خيار ليمون نعنع، بالشتاء نفس الشيء ولا لا؟ لا نفس الفكره تمام، بس بالشتاء هون شوي بنركز على المشاريب الساخنه مثل الكمون لانه بصير في برد وبصير في نفخه. بس انه المي انه فينه الواحد يحط معه ديتوكس عادي يعني، بالعكس ما بياثر. لا ابدا ما بياثر، بالعكس بيعطيه نشاط وطاقه، بس انه ينحفه انه هي فكره انه الاشخاص انه مثلا عم ياكلوا كل النهار ولا عم نشرب ديتوكس يعني عم ننحف، لا اكيد هي طيب بتساعد. اكثر غلط داليا بيوردك بيجي لعندك ناس بيعملوا دائما بتشوفيه كثير شائع وخصوصا بالشتويه؟ بالشتويه انه هني احيانا لا عم بيفطروا ولا عم بيتعشوا، عم يركزوا على وجبه وحده وخلالها التخبيصات يعني الحلو السناكات الشيبسات الشوكولا هالقصص، فهني مهملين هدول الوجبات. بالشتويه كمان عدم التنظيم الوجبات انه وعدم تنظيم النوم كثير مهم. موضوع النوم نحن ما ذكرناه هذا، لانه هرمون الميلاتونين كمان هذا كثير بيصير في اضطراب احيانا بموضوع الشتويه نظرا لتغير المزاج، فهذا الشيء كمان عم بياثر عندهم انه هن ما عم بينتظم اكلهم وما عم تنتظم هرموناتهم. طيب في فئه من الناس كمان ما بدنا ننساها، عندهم غده كان تمام. قصور او مرضى قصور، خلينا نركز على اللي عندهم قصور كثير بيعانوا من السمنه وممكن تمام. يعملوا كثير دايت كمان ما يستفادوا، مع انه المعدل ممكن يكون طبيعي، فليش ما بينزل الوزن؟ هلا مرضى القصور هن بالدرجه الاولى اكيد راحوا على طبيب غدد وتعالجوا، وإذا الهرمون ما هو منتظم بده يرد يراجع الطبيب ليرفع له الجرعة أو ينزل الجرعة. يعني هو حصرا انت عم تقولي انه الهرمون ظابط وهن ما عم ينحفوا تماما، يعني معدل الغده عندهم طبيعي مثلا ثلاثه اللي عندهم قصور تماما يعني ضمن الحدود الطبيعيه، لانه هن اساسا كمان عم يخبصوا يعني ما هم ملتزمين بي طب اذا في التزام بس الوزن اذا ملتزمين ببرنامج طبيعي ببرنامج صحي ومضبوط من السعرات الحراريه اكيد بينزلوا. بس انا هون بنصح مرضى الغده انه يركزوا على مصادر اليود، لانه معدن اليود يلي هو اكثر شيء موجود بالسمك، موجود بملح المويه ودول ما كثير بنركز عليه، بس اكثر شيء هو بالسمك موجود. يعني اذا قدر الواحد يمرق له مثلا مره بالاسبوع ماشي الحال، يعني موجود كمان بالشوفان اليود وبالدرع، ممكن تاخذ اليود اللي بالصيدليه كمان سبلمنت تمام، لانه هو بيتدخل بتركيب هرمونات الغده الدرقيه تي اس اتش يلي هي مسؤوله عن هي هرمون الغده الدرقيه تي اس اتش، فهو الدكاتره بيعطوا انه معوض. بس احيانا في اشخاص مثلا حسب وزنهم ممكن انا دائما بقول لهم راقبوا الهرمون، اذا طبيعي اذا ما هو طبيعي بدك تراجع دكتورك ليزبط لك اياه. بس انا هون بمشي على برنامج سعرات حراري فاكيد بينزل، بس هو ما بيكون عرفان هي التفاصيل يعني. طيب خلينا بالختام قبل ما نختم معنا دقيقة، الفيتامينات تمام. اللي هي يعني فينا نقول صارت مرض العصر عند بالضبط. الناس بالضبط، المكملات الغذائية، المكملات الغذائية تمام. وللأسف في كتير ناس كمان هلأ عم بنشوف عم بيعانوا الأغلبية مختلف الأعمار من نقص فيتامين دال تمام وناس كتير عم تفكر تاخده بشكل مستمر بشكل عشان. والأطباء حتى بيقولوا لك أنه خديه دايما تمام. يعني على طول. انا ضد هاي الفكره صراحه سلمى، لانه نحن هلا الفيتامين دال هو المنحل بالدسم
تمام. هلا ما في اشخاص عندهم زياده صراحه مشان يعني نكون واضحين ومنطقيين، بس اكيد الكل عندهم نقص اغلبيه. ما في اشخاص يعني حتى لو اخذوه ما حيصير عندهم توكسيسيتي يعني، عرفتي كيف؟ بس في ناس عندهم نقص. ايه نحن بنركز حسب النقص. في احيانا اذا كثير ناقص بدنا نضطر لتسريب ور، يعني مثلا ابره مثلا تكون عيار مثلا 600,000 وحده دوليه او مثلا 30,000 وحده دوليه لحتى هو نرفع بسرعه، لانه دائما التسريب العضلي هو بيرفع بسرعه. بعدين نمشي على مثلا مكملات، انه ياخذ مثلا 3 مرات بالاسبوع، مره بالاسبوع 10,000 او 3 مرات 5,000 هون. وطبعا انكلودد نحن هون عم نرمم النقص، بس انكلودد نركز على مصادر فيتامين دي يلي كثير عالم بتغفل عنها، واللي هي مفكره انه بس اشعه الشمس. صفار البيض بالدرجه الاولى هو مصدر مهم لفيتامين دي، الكبده والتونه وزيت كبد الحوت كمكمل غذائي يعني، هو زيت السمك والبقلة وبذور الكتان، هدول فيهم فيتامين د، فيهم فيتامين د بنسبة منيحة. فأنا إذا كل يومياً باخذ بس البقلة، أول مرة أسمع فيها منك هذا سر. وهلا كثير مهمة لأنه الناس بتاكلها كثير بالفتوش يعني. إيه تمام. فهي فيها بس بنسبة بسيطة، بس أهم شيء صفار البيض. التونة يعني أنا بنصح فيها لحد ما هي كبديل عن السمك، لأن السمك ما كتير متوفر، بس هي ما كتير صحية لأنه معلبات. بس إذا الواحد ما تأمن معه يعني إلى حد ما، أو يحاول مثلا يغسلها قدر الإمكان بالمي لحتى بس تروح منها هالشوائب وهالقصص يعني. أكيد بالختام بدنا نشكرك على كل النصائح اللي قدمتينا يا وإن شاء الله هيك يكونوا المشاهدين استفادوا. كنت معنا الأختصاصية التغذية العلاجية داليا حسام. شكرا لك لوجودك معنا. وصلنا لفقرتنا طبعا خليني أقول هيك، رح نحكي فيها اليوم عن النطق عند الأطفال، ويمكن بكتير أوقات بيستغرق الطفل ليصبح من جنين لإنسان كامل 12 شهر، وخلال هال 12 شهر أيضا ممكن أنه يتعلم مهارات مع الوالدة، ولكن بس يبلش بالطفولة رح يبلش طبعا يعمل كتير قصص، والوالد كتير تساعده لحتى يبلش أولى خطواته باكتساب أهم المهارات واللي هي يمكن النطق. وأكثر شغلة بتزعج الأمهات دايما شو هي يا عفاف؟ أنه بيقول بابا بدل ما يقول ماما، بتضل هي عم تعلم فيه وما بنعرف السر. هلأ يمكن نعرف السر من ولا اليوم. معظم الأمهات بتركز بأول 12 شهر من حياة الطفل على الرعاية الصحية بس والنظام والأكل، بيفكروا أنه بس خلص هذا الشيء هو اللي لازم نركز عليه بحياة الطفل، وبينسوا التركيز على المهارات وكيف ممكن يحفزوا المهارات عند طفلهم يلي ممكن كتير يكون عنده مهارات ولكن ما ممكن أنه يركزوا عليها. من خلال فقرتنا اليوم التربوية رح نركز على المهارات يلي بتكون عند الطفل خلال 12 شهر الأولى، ونعرف كيف ممكن نحفزها. طبعا لكل أم هذا الحديث، واليوم مع اختصاص اختصاصية علاج النطق وتقوية الكلام عند الطفل الاختصاصية ولاء الحسن، رح تخبرنا كتير تفاصيل. يسعد صباحك. صباحك صباح الخير. صباح الخير. قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم، ويمكن المهارات كتير شيء مهم عند الأطفال، ولكن هي يمكن كتير الكل بيسأل عليها، ليش الطفل بيستسهل يقول كلمة بابا قبل ما يقول ماما؟ طبعا. شو السبب؟ حنحكي عن هدول المراحل. هدول بدنا نبلش لما نحكي إن الطفل بلش هون عندنا مرحلة نطق الأصوات وتطويرها لحتى تبلش كلمات وظيفية مثل بابا لما بده ينادي أو ماما. حنحكي عن هدول المراحل، بس بالبداية خلينا نحكي ونركز على فكرة السنة الأولى، وليش توجهنا اليوم نحكي عن الطفل اللي هو مرحلة البيبي ومرحلة الرضاعة، مرحلة قبل السنة. تمام. لأنه هي مرحلة مثل ما ذكرتي تفضلتي حضرتك، أنه هي تكون الأم تشهى كطفل جديد عندها، أنه هو أهم شيء هلأ قدم له الرعاية الصحية، التغذية، موضوع النوم وغيره، وبتشهى كتير أمر مهم وضروري وصراحة هو موضوع النطق واللغة عند هذا الطفل. حتستغربي أنه أنا من هذا العمر ممكن بلش مع الطفل بمهارات الكلام واللغة. طبعا إيه، لأنه الطفل ببلش بيكتسب الأصوات من أول يوم من عمره، ببلش يكتسب هذا المهارات النطق اللي هو حتأسس للمراحل الثانية. فكتير في أمهات بتفكر أنا لازم ما أحكي مع هذا الولد أنه لسه ما بيفهم علي. صحيح. للحقيقة نحن هي أول مرحلة الطفل، نحن بالشهور الأولى منبلش منشوفه أول شيء إذا هو سماعيا عم يحسن هذا الطفل يستوعب، حتى إذا كان في عنا مشاكل سمعية ممكن نكتشفها بأول فترة. لما أنا بتبلش بتفاعل مع الطفل بيهدى لما بيسمع صوتي، دليل أنه هذا مدخل السمع عنده سليم، الطفل بلش يميزني، بلش يتعرف علي.
فالحواس نحن بالنسبه للطفل الرضيع بتكون هي مكتمله لما بيخلقوا فيه، بعض الحواس بتكون لسه ما كانت مكتمله كامل مثل القدره البصريه، فبنشوف الرضع ببلشوا بحاسه السمع بتتطور عندهم باول فتره تمام لحتى يبلش هو يتعرف على امه، ولكن نحن ليش بنركز على كمان على مهارات القدره البصريه عند هذا الطفل؟ لانه بالفتره الاولى هو لسه مهاراته ما اكتملت من ناحيه الصوره، فبصير بشوف شغلات ضبابيه اكثر وما بيميز الالوان، فهون بيكون عندنا مرحله التفاعل الام مع هذا الطفل وتكون بطريقه غير مباشره، هي ما انا منتبهه بمرحله الترويع عم تحطه وترضعه فبتكون قريبه منه، فهي عم تتفاعل وهذا دليل انه هي عم بتعرف الطفل على امه عن طريق هاي المرحله. فبنركز نحن كاخصائيين انه التفاعل بالمرحله الاولى مع الطفل ضروري يكون وش لوش لحتى هو اكثر يميز هي الملامح، اكثر يتعرف على امه، وهي مهاره اساسيه. نحن بنعرف انه النطق بيعتمد على موضوع القدره البصريه وطريقه التواصل مع الاشخاص عن طريق النظر لحتى نحسن نكمل هي المهارات. بالمراحل الثانيه اللي احنا حنشوف الطفل بلش يتطور عنده مهارات النطق، يعني مرحله المناغه على 4 شهور بلش نشوف الطفل تظهر عنده مرحله المكاغه، فهو بلش يطلع اصوات. هون مهمه الام بهي المرحله انه هي تحاول تساعده وتقلده تمام، لانه هون صار في استجابه، هو حس عنده صار في شريك للتواصل. في كمان مرحلة حساسة وكثير الأمهات الجداد ببلشوا فيها بيسمعوا من غيرهم إنه تتركي الولد عم يبكي، لأنه إذا استجبتي له لا حتى إنه إذا استجبتي له فأنت عودتيه إنه كل ما بده شيء يضل يبكي، وعودتيه إنه دائما يطلع ولد بنق تمام، فإنه لا طنشيه لأنه أنت هيك الولد خلص بيتعود إنه مو كل ما بكي بدي يرد علي. بصراحة هي كلها غلط، لأنه للحقيقة هو أول شيء بتواصل فيه الطفل وبيعبر عن احتياجاته عن طريق البكاء، فأنا لما بستجيب له فأنا دليل إني أنا عم طور عنده مهارة التواصل، لأنه فيما بعد حيأسس لي مهارة تواصل تانية وجديدة ومتطورة. هي الإشارة تمام، وبعد هيك الأصوات اللي هي أصوات لسه غير مفهومة عنده، وبعد هيك حتبلش بمرحلة البقبقة اللي هو مرحلة أنت بتقوله إنه ليش عم يقول بابا، وهي صراحة هي اسمها لعب بالقناة الصوتية، فهي أول صوت يصدر من الطفل هو صوت البا، فبدأ يبلش يعملها مقاطع صوتية فهتطلع با با با، فنحن نفكر إنه الولد عم يقول بابا، فلين هو عم يدور القناة الصوتية تمام، فهو ما عم يميز لسه لا البابا ولا الماما. هو بالنسبة له مرحلة أولى للتواصل، فبيبلش بيقول البا با با لحتى نبلش بعدين نستخدم الماما، وبعدين بلش نطلع أصوات جديدة، والطفل حسب هون بقى كل طفل قديش بيطور من الأصوات. بعد هيك لازم ننتقل مرحلة الكلام الوظيفي اللي حتصير بيقصد البابا بيقصد الماما وبيقصد البو غيره تمام، فهي مراحل تطور النطق بالنسبة لهذا العمر. طيب هلا يمكن عطيتينا كثير من المعلومات وجاوبتينا على كثير من الاسئله، خلينا نعرف مدى خطوره عدم التركيز على مهارات الطفل والتركيز بس على الغذاء الصحي والنظافه والى اخره، شو خطوره هالشيء؟ شو ممكن يؤدي لبعدين؟ بالنسبه لنا السنه الاولى هي سنه التطورات كلها، فلازم الام تكون كثير حريصه على تطور الطفل من كل النواحي، يعني مثلا موضوع الزحف والمشي المفروض هي تكون مركزة على هذا الموضوع وتعرف الأعمار المناسبة اللي هو ابنه بده يبلش يعمل هاي عمليات وينتقل لهي الحركات، حتى من مرحلة صغيرة يعني من عمر الشهر والشهرين وثلاثة، امتى الطفل ببلش بيثبت راسه، امتى بلش يرفع راسه، هي المهارات الحركية كيف بدها تتطور وكيف تسلسلها. أي تأخير بالنسبة لنا بهدول القصص بيأخر لنا المهارات الثانية، حتى موضوع الأكل احنا بنشوف انه الأم بهي المرحلة بعمر 6 شهور بتبلش بتدخل الطعام الصلب لطفلها، فنحن ايه لازم نبلش نهيئ جهاز النطق، لانه نحن عم نمرن موضوع المضغ البلع كلها هي الامور اللي هي بتساعد بعد فتره على موضوع الكلام حتى هو بلش ينطق ويصير عندنا اداء نطقي صحيح. فكل مرحله بمراحل معينه في عندنا مهارات لازم الطفل يبلش يشتغل عليها والام تساعده فيها لحتى نحن نعرف اي تاخير بالنسبه لنا حيأخر المهارات الثانيه. يمكن في ملاحظه اساسيه بالنسبه لنا اذا نحن الام لازم تكون منتبهه انه موضوع فهم الكلام، المفروض الطفل نحن بعمر صغير يبلش يستوعب، اكيد ما حيبلش يحكي قبل السنه تمام غير اصوات بسيطه وكلمات كثير صغيره، بس نحن استيعاب لازم يكون نسبته اعلى. فلما هي الام على عمر 8 شهور تعمل للولد مثلا باي والمفروض يعطيها هي الاستجابه يبلش يتفاعل معها، هي دليل انه انا عم بفهم شو عم تحكي. وفي ملاحظه دائما نحن بنقول للام انه لما بدك تحكي مع الولد طبعا لازم تحكي لو ما بيفهم عليكي، بس كيف بدك تحكي؟ ممنوع تحكي قصص، يعني في امهات بتقول لك انه انا عم بحكي كل النهار مع الولد بس هو ما استفاد من كل سلسله الاصوات اللي هو عم توصله وما انا مفهومه له. لازم يكون عندنا كلمات منفرده واضحه تمام وبتتنغم بتتنوع بطريقه النطق معه، ليش؟ لانه هو لا عم يعرف امتى عم تبلش الكلمه ولا امتى عم تخلص، هي مجموعه تسلسل اصوات عم توصل لاذنه لسه ما انا اي مفهوم عنده، بس لما انا بستخدمهم بطريقه منفرده لما
مثلا بسمي له اسم معين او بعطيه كلمه معينه يحفظها، فانا لازم تكون بطريقه دائما متكرره وما يكون في قبلها كثير حكي وبعدها كثير، يعني هذا حشو الكلامي ما بيفيده للطفل ابدا. فهي كمان مرحله مهمه لازم الام تكون هي تركز عليها، انه انا لما بدي اعطي نطق للطفل اعطي كلمات بوضوح بطريقة منفردة لحتى يفهم، مثل اليوم نحن عم نتعلم لغة جديدة، مو معقول أنا أسمع مجموعة كلمات ما أعرف من وين بلشنا ومن وين خلصنا، وهيك بالنسبة له الطفل. وبعد هيك هي الكلمات بلش نربطها بالإشارة. في كتير أمهات بتوقف فكرة إشارة إنه مشان ما يستسهل الولد إنه يحكي بالإشارة، صراحة هي ممكن خاف منها من بعد لما يطور الطفل كلام وبلش يستخدم الإشارة، إحنا نقول ما بتستجيبي له لما عم يستخدم معك أسلوب الإشارة، ولكن بالمرحلة الأولى الطفل عم يتعلم الكلام، شو هي المفاهيم بالنسبة له بدون ربط؟ يعني أنا لما بقول باي اذا ما ربطت بحركه باي ما حيستخدمها وما حيفهمها. بقول مثل ما قلنا التطور تبعه بعد ما طورنا موضوع البكاء بلشنا نعطي اشارات، فهي مرحله من مراحل التطور لحتى يتفاعل معي، فكمان لازم يكون في عندي ايحاءات وايماءات بطريقه الكلام معه. اكيد. طيب استاذه ولاء، كثير اوقات في اخطاء بيرتكبها الاهل اثناء محاوله تعليمهم لاطفالهم بعمر السنه، واللي هي مثل ما قلنا بالبدايه يمكن انه انا ما بعطي اهتمام ل تماما لشو شو عم يعطيني اشارات. قد ايه ممكن نكتشف يمكن مشاكل بالنطق، ممكن نكتشف شغلات كثير عند الاطفال بعمر صغير طبعاً ما نكون منتبهين عليها، وللاسف انه ما بينتبهوا لها ليقطع الطفل عمر السنه والسنتين وبيقول لك ابني ما حكى او ابني ما عم يتفاعل معي. فنحن دائما بنقول ما تنطروا انه هو اللي يبلش يحكي الكلام، بلشوا تفاعلوا معه. دائما نسال عن العوامل البيئيه اللي عم يعيش فيها هذا الطفل. يا ترى هي البيئه هو غنيه من الناحيه اللغويه، غنيه من ناحيه الادراك، من ناحيه حتى التفاعل مع هذا الطفل، ولا هو طفل متروك؟ في كثير هلا امهات عم تلجا لموضوع انه هي ملتهيه او عندها شغل فهي حاطه الولد على التلفزيون باعتقادها انه انا هيك عم علمه الكلام او عم علمه انه هو يغني او غيره. للحقيقه هي لا انه معلم الاول ولا هو الطريقه للتعليم الطفل، لا النطق ولا اللغه ولا اي شيء من هذا الكلام. نحن بمرحله السنه هي مرحله التفاعل، ومثل ما حكينا نحن مرحله تطور الادراك والاحساس عنده، فكل شيء فيه ملامسات هذا بيفيده. حتى نحن بنقول على عمر الاربع شهور الام تبلش تدخل الالعاب اللي بتصدر صوت، حتى لو غنت له حتى لو تفاعلت معه، هذا كلياته هي بتنمي مهاراته من الناحيه السمعيه والانصات والاصغاء اللي هو ضروري بهي المرحله. فهم كل شيء هو نحن عم نعمله، بالإضافة إن إحنا عم نحفز أصوات ما كانت موجودة بلشت تصير عنده عن طريق اللعب وعن طريق التفاعل. أكيد. يعني خلصت وقتنا معك أستاذة، وإن شاء الله هيك كل المشاهدين يكونوا استفادوا من النصائح. شكرا لك. شكرا لكم كلكم. أكيد. شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك. رح أروح هلأ للادقية عفاف ورح نتعرف أكثر على المعرض السنوي اللي يقام للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وتفاصيل أوفى بالتقرير التالي. معرض علمي سنوي للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية لتمكين الطلاب والشباب من استخدام التقانات المتقدمة في مسارات الحياة اليومية للمجتمع المحلي. المعرض بيتضمن أكثر تقريباً 13 مشروع تتفاوت اختصاصات متعددة، هندسة طبية، حاسبات، ميكاترونيك، أطفال صغيرة عندها مشاريع لها علاقة بالتكنولوجيا. حاولنا نكون مغطين كل الاختصاصات لنعرض قصص نجاح لشباب سوري مبدع. هي المشاريع بتمثل أمل الشباب وأمله بالمستقبل، إنه رح يكون عنا شيء جديد، رح يكون عنا تطبيقات حلوة ومميزة مفيدة للمجتمع. في تطبيقات طبية، تطبيقات بتتعلق بالاتصالات، في عنا مشاريع مثلا لتشخيص الأمراض بتسهل تعامل الأشخاص مع المستوصفات مع المستشفيات. المشاريع واعية جدا، هلا تحتاج حكما لتطوير، وبضوء الظروف اللي نحن عايشين فيها يعني كنواة مشاريع قابلة للتسويق جيدة جدا، لكن بحاجة لدعمنا نحن كأكاديميين. مجموعة من المشاركات المتنوعة تعكس النشاط العلمي والإبداعي. المشروع عبارة عن نظام إدارة حجوزات مستشفى يستخدم لتتبع ومراقبة أنشطة المرضى
مراكز العلاج المختلفة أو بالمستشفيات أو بأي مراكز صحية ممكن نستعمله. مشروعي هو عبارة عن نظام برمجي للتنبؤ باحتمالية إصابة الشخص بأمراض قلب ولا لا. استخدمت الشبكة العصبية وخوارزمية شجرة القرار مشان مقارنة بين النتائج. اعتمدت أنا بيانات جاهزة لأشخاص مريضين فعلا، دربت الشبكة عليهم، بعدين جبت عينة عشوائية لحتى اختبر جودة النظام. المشروع عندنا بالتعلم العميق كشف الالتهاب الرئوي من صور الأشعة السينية باستخدام الشبكات العصبية الالتفافية في التعلم العميق. هو النموذج قادر يصنف صنفين من الالتهاب. مشروعي عبارة عن تطبيق للحالات الإسعافية، من خلاله بطلب سيارة إسعاف ومن أرفق معلومات الحالة، مثلا الحالة عاملة حادث، في نزيف، هالأمور هيدي كلياتها، ومنحدد الموقع ومنأرسل الطلب للسيارة. هذا المعرض إعلان لبداية النشاط العلمي الذي يستمر طيلة العام لتحقيق الهدف المرجو من السعي في تعميق المفاهيم العلمية وتحقيق التميز والإبداع. أما هلأ سلمى وصلنا لفقرتنا القانونية يلي كل شيء بحياتنا ممكن يكون مبني على قانون وأسس واضحة، وكثير من الأمور ممكن تصير معنا ومنجهل اليوم بالقانون شو هي النصوص المترتبة علينا وشو ممكن يصير وشو أوقات ممكن هاي الأمور تكون هي الرادع أو المنقذ الوحيد لكثير من المشاكل بحياتنا. سلمى صحيح حفاف مثل ما قلتي، ولهيك دائما بنبحث أنه يكون عنا ثقافة قانونية. ضفنا اليوم عمل مبادرة اسمها معا لثقافة قانونية أوسع. هاي المبادرة أراد من خلالها تعريف الناس بأبسط مبادئ القانون والشغلات اللي ممكن يحتاجوها بحياتهم اليومية واللي ممكن تثير كثير من التساؤلات وما يكون عندهم فكرة. بلش هاي المبادرة باللاجئية على الانترنت وبعدين على أرض الواقع، رح نتعرف أكثر عليها. خلينا نرحب فيه ونقول له الحمد لله على السلامة، جايينا من اللاجئية. ضيفنا لليوم الأستاذ المحامي عادل نيروز دواي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. كيف كان الطريق بالبداية؟ تمام غير شكل. صباح الخير لكم. الله يسلمك. لكل أهلنا باللاجئية وكل المحافظات السورية. يسعد أوقاتكم وصباح الخير لمتابعين قناة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا. يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك. يعني مبادرة معا لثقافة قانونية أوسع ممكن اليوم كتير مهمة لجيل الشباب، خصوصا الواعي ممكن كتير من الأمور يجهلوها وما بيعرفوا فيها، فهي ثقافة جدا بتحمي أو بتكون المنقذ ورادع لكتير من الأمور اليوم بحياتنا. خلينا نحكي عن المبادرة أول شيء، وشو كانت الغاية وقت أنت أطلقتها؟ هلأ بالبداية دائما الفرد ينخرط بمجتمعه، فوقت نزلت على الحياة العملية بدخولي لنقابة المحامين فرع اللاذقية من 5 سنوات، التمست بالناس أكثر، احتكيت بالناس أكثر، فشفت أنه في شوية غياب للثقافة القانونية، الوعي القانوني ضعيف نوعا ما، فحبيت أكبر هاي المبادرة عن طريق دائما أعمل شيء. عن أول شيء بلشت عن طريق الإنترنت بإنشاء صفحة عامة علمية بتقدم خدمات عامة قانونية لكل أفراد المجتمع. هاي الفكرة بلشت بصراحة بشغف، بحبي لهي المهنة وحبي للعمل المجتمعي. يعني أنا صلي بشتغل بالعمل المجتمعي أكثر من 5 سنوات 6 سنوات، فكمان من خلال المبادرات الإنسانية اللي كنا نعملها، فدائما اضطريت أني أوقف دائما على أي مسألة قانونية وأبحث عنها وأوجد الحل. حلو، ويمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه عفاف كتير مهم كيف نخاطب الناس. يعني هلا مثل ما بنعرف نحن هلا لغة السوشيال ميديا هي لغة عالمية صارت موجودة وفيها انتشار كتير. أوقات ناس بتسأل الإنترنت بدل ما تروح تسأل مختص، كيف إذا كان هالمختص موجود على باب صفحتك مثل ما بيقولوا. خلينا نبلش هيك، احكي لنا أكثر عن المبادرة، لما بلشت فيها كيف كان الصدى، كيف بلشت الناس تتوجه لك بأسئلة وما إلى ذلك. هلا بصراحة أنا مشتغل كتير بهذا المجال مثل ما حكينا العمل المجتمعي، فأنا قريب من الناس بمحافظتي، فعملت هاي الصفحة العامة وبلشت نزل معلومات قانونية بشكل مبسط وسهل، واستخدمت حتى القوالب القريبة للعقل المتلقي، فاشتغلت كمان ولعبت على الصورة البصرية، فصارت توصل المعلومة. لأنه مثل ما بنعرف دائما القانون بيقول لك شيء جامد، يعني أنه صعب أنه أي شخص غير مختص أنه يتلقى هاي المعلومة، فأنا حرصت على هذا الموضوع أني توصل المعلومة بشكل الألوان، لعبت على الألوان، لعبت على الصورة البصرية للمعلومة، مثلا عن حكاية، مثلا أنا عندي قضية أو دعوة فصرت أحكيها باللغة العامية القريبة
قريبة لذهن المتلقي، فوصلت بشكل بسيط وسهل، وحسيت الحمد لله انه العالم في تفاعل من خلال الكومنتات او الاستشارات اللي بتجيني دائما على الماسنجر او الواتساب. فهذا الموضوع كثير حسيت لاقى نجاح يعني مبدئي الحمد لله. يعني انت هون بهي الطريقه حكيت مختلف الشرائح بالمجتمع ومختلف الاعمار كمان، ممكن تمام. المعلومه توصل يمكن لاصغر عمر ممكن يستوعبها، ممكن تكون هي وسيله لحتى لايصال فكره مبادرتك بشكل اسرع. خبرنا اكثر عن وسائل ثانيه. هلا انا بلشت مثل ما حكينا بالسوشيال ميديا، ولكن ما توقفت عند هذا الحد. عملت محاضرات وندوات بالمراكز الثقافية، حكينا عن ظاهرة المخدرات، حكينا عن ظاهرة العنف القائم على النوع. كمان انا عضو بجمعية رعاية المساجين في اللاذقية، كمان قدمت ندوات توعوية للسجناء داخل السجن بالمراكز الثقافية داخل السجن. فأحيانا السجين هو بيكون بحاجة بس لومضة أو أي شيء عن يعني معلومة بتخص قضية اللي هو فيها. فكانت ندوة كتير ناجحة هي بالمركز الثقافي داخل السجن المدني باللاذقية. وأيضا دائما بنعمل على عملت أنا كمان عندي هواية بالإعلام، أنا كمان بدرس بكلية الإعلام الافتراضية، فكمان عملت برنامج اسمه كلام سليم. كلام سليم هو بيحكي عن قضية مجتمعية وبعدها بتطرحي المادة القانونية اللي بتخدم هاي القضية. كمان بظريف بطريقة ظريفة بتوصل لذهن المتلقي بشكل بسيط وسهل. قد ايه حلو عفاف، نحن عم نشوف مو بس مبادره صحيح. قانونيه عم نشوف، يعني اليوم الشباب السوري احيانا بيعطينا هيك مفاجات بكميه قد ايش هو فعلا حابب يوصل بطريقه صحيحه. ودائما بنحكي انه اوقات في عقبات، اوقات في مشاكل، ممكن في ناس تقول لا مو شرط كل شيء عم يكتبوا على الانترنت صحيح، في ناس نعرف أعداء النجاح أيضا كمان هدول موجودين المشككين. صار معك مواقف كيف تعاملت معها؟ هلا بصراحة وقت بلشت بهاي المبادرة وبالفكرة على السوشيال ميديا كثير من المحامين بصراحة ممكن مزعج أو انتقاد، ولكن بيكون بناء ببعض الأحيان. بس هو روحت عليهم الاستشارات ممكن، لانه دائما خط الاستشارات المجانيه مو اي محامي بيتقبل هذا الموضوع صحيح. فانا حبيت اكون شوي محامي غير نمطي، يعني مو هذا المحامي اللي بيمسك الشنطه وبينزل على المحكمه عنده قضيه بيحلها وبيرجع. فلا، انه حبيت اقدم خدمه مجتمعيه مجانيه للناس اللي مو عندها قدره، مو اي شخص قادر اليوم انه يوكل محامي او يدفع حتى استشارة قضائية. فأنا من هاي الفكرة بلش هذا المشروع عندي. يعني ممكن هالشيء استاذ يكون شرارة لحتى يتوسع هذا الشيء اللي انت عم تعمله أو المبادرة لباقي المحافظات الثانية، يعني بالإضافة لحضرتك محامي فينا نقول لك زميل هلأ إعلامي، يعني انت جامع أهم شغلتين ممكن عم تعمل منهم، عم تمزج فيهم شيء يوصل للناس كتير حلو، ممكن هالشيء ينتشر بباقي المحافظات؟ طبعا أكيد هذا الشيء. هلا كمان بحكم انا متطوع بمؤسسه بصمه شباب سوريا، هي المؤسسه العريقه، فعم نعمل هلا على تشكيل فريق قانوني متكامل لحتى نطلق هي الفكره. طبعا الفكره هي فكرتي، نطلق هي الفكره ونوسعها اكثر بباقي المحافظات السوريه لحتى تكون مثل فريق استجابه قانونيه لجميع شرائح المجتمع وفئاته. طبعا فكرة كتير حلوة، وفكروا ما تضلوا بس باللاذقية، ينزلوا على الشام. أنا دائما متواجد بالشام، يعني عملي بين محاكم دمشق واللاذقية. أكيد كل التوفيق لك ولكل الشباب يلي عم يشتغل وعم يحاول يقدم خدمات بأبسط الطرق. شكرا كتير لوجودك معنا. شكرا كتير لإلك وشكرا لإلكم، ويسعد أوقاتكم يا رب. وأكيد بننصح الشباب أو أي حدا عنده مشكلة قانونية يفوت على صفحة الأستاذ عادل ويشوف بلكي بيستفيد من شيء استشارة. أهلا وسهلا بالجميع، وشكرا لإلكم وشكرا لقناة الإخبارية السورية. هذا اللقاء كثير معني لي، أول مرة بطلع على الإخبارية السورية. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا. وصلنا للفقرة الختامية، ومسك الختام رح يكون اليوم مع شخصية مهمة جدا، شاب سوري استطاع بفترة بسيطة أنه هو يتنقل من مكان لمكان أفضل. واليوم رح نحكي معه عن سوق العمل. الكل بيحاول يدور ليحجز مساحة له بسوق العمل، ويمكن بيحاول يعمل ورشات تدريبية، بيحاول يكون عنده شوية خبرة لأنه
لأنه أغلب الأماكن بتطلب مو بس التخصص الأكاديمي، أحيانا الخبرة بالمجال يلي بيكون الشخص بده يشتغل فيه. صحيح سلمى، وأكيد فقرتنا الختامية رح نحكي أكثر عن ضيفنا الشاب حيدر يونس يلي حصل على تم اختياره ضمن 100 شخصية مؤثرة في الوطن العربي، طبعا إلى جانب ورشات العمل، بأنه يكون فاعل في ترسيخ ثقافة التطوع. وأيضا اليوم حيدر يونس هو مركز تأهيل وتدريب الشباب في بصمة سوريا، وكمان مؤسس مبادرة شباب المحبة. أهلا وسهلا فيك. وصلت لأهم الشخصيات، صرت من 100 شخصية بالعالم المهمة وخصوصا بين الشباب والمؤثرين بالوطن العربي. كيف وصلت لهي المرحلة؟ كان العمل بالبداية مع الأطفال والطفولة، فانتقل بشكل جزئي نتيجة التطور العمري أو العمر، يعني المرحلة العمرية اختلفت، فصار عملي أقرب للشباب. فاستلمت من حوالي سنة مركز تأهيل وتدريب الشباب بمحافظة اللاذقية بمؤسسة بصمة شباب سوريا، فقمنا بالعديد من المبادرات النموذجية اللي كانت كتير حلوة لخدمة الشباب، وبالتالي صار في اختيار من مجموعة ترجمان العرب الإماراتية لأفضل 100 شخصية شبابية مؤثرة بالوطن العربي، وكان اختياري من ضمن هيدي الشخصيات. يعني اليوم حيدر، أنت مو بس وصلت لهون، أنت قدرت تنشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب السوري، واليوم كمان جهودك التطوعية أكيد ساعدتك كتير لحتى صحيح. على نشر هي الثقافة. خلينا نحكي بالأعوام الماضية لوين وصل مدى نشر هي الثقافة، وهلأ شو الجديد؟ هلأ حقيقة ثقافة التطوع دائما بتخلينا نكون أقرب للناس، يعني اليوم كل من يعمل على مبادرة على أي شيء يخدم المجتمع أو الأفراد هذا المجتمع، بالتالي رح يكون قريب من الناس، وبالتالي ثقافة التطوع غير أنها بتقدم للفرد نفسه معاني سامية وحلوة، كمان بتطرحه للمجتمع بطريقة جميلة. يعني إذا بدنا نلاحظ مثلاً نحن كإعلاميين، وأنا دراستي يعني بفن الإعلان، فدائماً حتى الشركات أو الأشخاص لما بدهم يأثروا بالمجتمع بينصحوهم يكونوا بالجانب الإنساني، فبيلجأوا لأنه يرعوا العديد من الفعاليات أو الجمعيات لحتى تطرحهم للمجتمع بصورة محببة. فالتطوع دائماً بيطرحنا للناس بطريقة كتير جميلة، وكمان بيغذينا نحن يعني كأشخاص. أكيد. طيب اليوم أنت صرت بمركز مدير لمركز التأهيل والتدريب ببصمة شباب سوريا فرع اللاذقية، خلينا نحكي أكثر اليوم، بما أنه قلنا بمقدمة الحلقة أنه أيضا بلشت الدورات للتخصص بالعمل، كيف الأشخاص ممكن يتأهلون لسوق العمل. صحيح. نحكي شوي عن هاي الدورات. حقيقة أسمى ما يمكن أنه أحكي عنه هو مركز تأهيل وتدريب الشباب، لأنه فكرة سامية بكل ما يعني تحمله هاي الكلمة من معنى. مركز قائم بكوادر احترافية عم يقدم كل الدورات المهنية والعلمية بشكل مجاني بالكامل. يعني اليوم أي شاب أو صبية يائسين من الحياة قادرين أنه يجوا لعنا ويتعلموا مهنة أو يتعلموا ياخذوا كورس معين لحتى يوصلوا لسوق العمل وبشكل مجاني بالكامل. فقديش فيها سمو هاي الفكرة وإنسانية ونبل. يعني اليوم يمكن من النادر أنه نشوف مركز إلا كلياته مأجور. فأتحنا ضمن هذا المركز اللي هو مشروع من مجموعة مشاريع رائعة بتقدمها مؤسستنا، مؤسسة بصمة شباب سوريا، فكرة بتأهل وبتدرب الشباب وبتمكنهم وصولاً أنه لسوق العمل. فهي هي فكرة مركز تأهيل وتدريب الشباب. طبعاً نحن عم نشوف ورشات التدريب هون، وعم نشوف كمان بعض الصبايا والسيدات، يعني كمان الناس هون ما أخذوا حصة كبيرة بمجال التدريب والتأهيل، وأخذوا كمان مسارات مهنية. خلينا نتوسع أكثر بخصوص هذا الموضوع، الصبايا والسيدات. عم نشوف لقطات من دورة صيانة الموبايل واللابتوب، وهون بدي أحكي عن جانب كتير مهم، أنه أنا بإدارتي لهذا المركز لمست اليوم
يعني الإقبال الكبير على الدورات المهنية. يعني اليوم كل الصبايا والشباب عم يرغبوا لدورات مهنية بيقدروا من خلالها يطلعوا من الدورة ويباشروا عمل يعني السوق المهني. فاليوم هاي الدورات جدا مرغوبة لأنها فورا بتأمن أنه هذا الشخص يتعلم وبالتالي فورا يبلش يطلع دخل. فهي دورات مرغوبة كتير. وكمان في شيء بدي أعلق عليه نتيجة أنه عم نشوف كتير عدد سيدات بالمركز. كان بدي أسألك عن هذا الموضوع. يعني عم نشوف سيدات عم يشتغلوا أو عم يدربوا على شيء لتصليح الموبايلات وما إلى ذلك أو دورات مهنية حتى كهرباء. هلا عادة نعرف أنه السيدة أوكي ممكن تتخرج من هندسة المعلومات هي تشتغل مهندسة صحيح. تقنية ولكن قليل ويمكن نادر لهلا ما شفنا يمكن ولا سيدة محل موبايلات صح. هي عم تشتغل تصليح موبايل أو عم بتبيع موبايلات صح. هل في بلشت معك هاي البادرة صرت عم بتدرب سيدات ممكن قريبا نلاقي باللادية أول سيدة عم تشتغل محل موبايلات؟ صار في تماما. هلا أول ما عملنا الكورس وأعلننا عنه كانوا يحكوا معي سيدات لكن خجلانين إنه معلش نتدرب كهرباء إنه معلش ما تصورونا إنه نحنا عم ناخد كهرباء أو ما تقولوا أو كذا. يعني أنا صرت شجعهم إنه ليش عادي جدا إنه اليوم السيدة تتعلم الكهرباء ممكن لبيتها يعني أقل ما يمكن أن تدرك مثلاً أكيد. صيانة الكهرباء ببيتها مثلاً صيانة الموبايل لعائلتها كمان. فبلشت الفكرة صغيرة يعني مثل ما اليوم مثلاً السيدة بتتعلم صناعة المنظفات عنا بالمركز وبالتالي بتستغنى عن شراء المنظفات من برا وبتعمل كميات كبيرة بتكفيها لسنة كاملة. فصار في إقبال كبير من السيدات على دورة صيانة الكهرباء صيانة الموبايل يعني وكانوا هيك أول شيء خجلانين. هلأ متشجعين يا ريت تدلنا عليها لحتى نستضيفها قريبا. أكيد إذا في حدا بلش أكيد. بهذا الشيء بسوق العمل نحن بيطور هلأ اختيار مجموعة من السيدات ومن الشباب كمان اللي تميزوا بكل كورس كرمال نعطيهم منح ليطوروا دراستهم بشكل أكاديمي أكثر وكمان بتكون ضمن المنحة لقاء معكم. أكيد. خلينا ننتقل معك حدر على المجالات المهنية يلي موجودة كتير عندكم بالبرامج وورشات التدريب والتأهيل. شو أكتر شيء كان موجود؟ هلأ الورشات المهنية كانت صيانة الكهرباء صيانة الموبايل واللابتوب كان في خياطة تصميم أزياء كان في كمان يعني العديد من الدورات العلمية كمان مثل مهارات المحامي الذكاءات المتعددة كان في هلأ كمان حنطرح شيء له علاقة بالإسعاف الأولي ضمن برنامج كمان في كل بيت مسعف حملة كمان لمؤسستنا. يعني الدورات المهنية والعلمية أنا بحسها متكاملة. يعني اليوم مثلا لا يمكن أنه تعملي عنا دورة مهنية بصيانة الموبايل أو بمثلا صناعة المنظفات دون ما تعملي مثلا تي أو تي تدريب مدربين منشان أنت تكوني بتعرفي كيف تتعاملي مع الزبون. فاليوم الدورات العلمية والمهنية متكاملة بالمركز. يعني ما اكتفيت حيدر أنه بكل بيت يوجد كهربجي بده كمان بكل بيت يوجد مسعف. أوكي. طيب خلينا نحكي كمان اليوم مسارات مهمة عم تشتغلوا عليها ضمن مركز التدريب والتأهيل باللاذقية. أهم المسارات الجديدة نحن هلأ بداية 2024 لساتنا بالشهر الأول. شو خطة العمل لهي السنة؟ هلأ خطة العمل لهي السنة هي أنه أنا كيف ممكن خلي مركز تدريب وتأهيل الشباب معتمد من قبل العديد من الشركات ومن أصحاب الأعمال وفورا هدول أصحاب الأعمال يتواصلوا مع المركز. على سبيل المثال مثلا فلان عنده مركز تجميل كيف يتواصل مع مركز تدريب ليرفض هذا المركز بكوادر يعني يعتمد الكوادر التدريبية من مركز تأهيل وتدريب الشباب وبالتالي أنا هون بكون أمنت هذا الشاب أو الصبي اللي عم يعملوا عندي كورس كيف فوراً أمنهم ليدخلوا لسوق العمل. فهي خطة 2024 إضافة طبعاً للعديد من الخطط اللي عم نحطها لنطور المركز. أكيد نتمنى هيك كان ناخذ وقت أكثر ومعلومات أكثر ولكن إن شاء الله هيك بلقاءات قادمة يكون كل شيء جديد وأكيد نتمنى لك كثير من التألق والنجاح. شكراً كثير لكم على هاي الاستضافة. شكراً لقناة الإخبارية السورية الموجودة معنا دائماً والعزيزة على القلب. شكراً لك حيدر ومثل ما قلنا نحن من السنين كنا معك من أول ما كنت أول طفل بياخد جائزة بأي شيء إلى اليوم ومستمرين أكيد لنحصد طبعاً دائما التميز والإنجاز عند الشباب السوري بمختلف الأعمار. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا.
أما هلأ سلمى وصلنا لختام صباحنا معكم مشاهدينا، وإن شاء الله هيك كنا خفاف على قلوبكم وقدمنا لكم أكبر قدر من المعرفة والنصائح المهمة. بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو وسعيد، وطبعا ما بدنا ننسى نشكر الأستاذ حسين ونقول له الحمد لله على السلامة المخرجة، وأكيد شكرا لك هزار بالإعداد وعلي بالتصوير والكاميرا. شكرا لكم وشكرا لك يا سلمى. شكرا لك عفاف، والشكر موصول أكيد لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. اليوم الخميس نهاية أسبوع، أكيد الجمعة رح نكون مع حلقات خاصة مثل العادة لأهم ما مر معنا بالأسبوع طبعا ضمن البيست أوف من صباحنا غير. ضلوا بألف خير، لا تنسوا تراسلونا على صفحتنا صباحنا غير أو الإخبارية السورية لأي مواضيع بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا. ضلوا بألف خير، باي باي.